برج الحمل، قد تتاح لك فرصة عمل تبدو لك مهمة، ولكن انتبه قبل أن توافق. حاول أخذ بعض الوقت لترتيب أمورك وتحاشى القرارات العفوية والسريعة، وتتحدث الأفلاك على رومانسية وحب وعلاقة اجتماعية جديدة. أنت السباق والرائد في محيطك. برج الثور، لا تبقى وحيدا واخرج للقاء الناس والأصدقاء، ولا تتردد في تقديم المساعدة. تشكو من بطء الوتيرة ومفضلا عدم التسرع، حاذر الأوهام والمغرضين والغشاشين، وتجنب الوقوع ضحية للأفكار السوداء. برج الجوزاء، فترة مهمة وحرجة، حاول أن تمر بها بسلاسة وهدوء، وكن جاهز لتحمل المسؤولية أسرع في تصحيح خطئك، ولا تنكر جميل أصدقائك والداعمين لك. حاول أن لا تبقى وحيدا واختلط مع المحيطين بك، ميزانيتك في التراجع فحاول أن تحميها. برج السرطان، لا تنفعل وهدئ من روعك. صحيح أن الأجواء صعبة والمسؤولية كبيرة، ولكن لا تنسى أن ذلك فقط لفترة قصيرة وتزول. لا تتراجع أمام الضغوط وكرر المحاولات التي فشلت بها، قم بتحسين وضعك فإنها فترة تقدم ونجاح. برج الأسد، يجب أن تنتبه أكثر لنفسك وأن تهتم لوضعك الصحي، وأن تنتبه للأمور الاجتماعية وتمارس الرياضة. حذر إهمال نقاط إدارية تثير مشكلة قديمة أو تخفي أمراً أو تشكك ببعض النوايا. تعالج أمور مالية إرثية أو تنشغل بتخليص معاملات رسمية. برج العذراء، يلوح في الجو عدائية وخلاف وتوتر، انتبه من المشاكل على جميع أنواعها. لا تستفز المسؤولين في العمل ولا تهمل وضعك الصحي، فهو يتطلب اهتمامك. المرونة والدبلوماسية مطلوبة في الحياة وخصوصا في تعاملنا مع الآخرين. برج الميزان، راعي ظروفك الصحية واهتم لسلامتك الجسدية واطلب مساعدة، فالوضع دقيق. لا تجازف بعملك وانتبه لمصالحك، قف على الحياد، تبدو اليوم مضطربا، لا تتسرع أو ترتبك فهذا يسبب لك المشاكل. برج العقرب، تطلق مشاريع جديدة وتتلقى وإشارات مهمة، ابتسم فالحظ حليفك. اترك الأمور الثانوية لوقت لاحق وابدأ في الأولويات، لا تباشر بجدية وكن متحفظا جدا، قم بتنظيم أعمالك. برج القوس، إنه يوم مبارك يحمل إليك الأخبار الطيبة فينتعش قلبك، ربما تنضم إلى نادي رياضي ترغب في لفت الأنظار وتسهل اللقاءات والمصالحات، وينتعش قلبك خاصة هذا اليوم إذ يحمل لك أخبارا طيبة. برج الجدي، تقوم بطرح موضوع حساس يلفت الأنظار وينال الإعجاب، من المحتم مناقشة أمورك العائلية والشخصية. ضغوط ومتاعب ومعاكسات في هذا اليوم، تتعرض لانتقادات ولتحديات. برج الدلو، فترة أكثر واعدة تستعيد ثقتك بنفسك، لكن احذر من المبالغة، جادل بموضوعية لأن الأمور ستكون معقدة وستؤثر على قدراتك. حاول أن تبقى هادئا بقدر المستطاع هذا اليوم، وهناك الكثير من المشاريع والمستجدات. برج الحوت، بداية فترة حافلة بالنشاطات وهناك خبر أو مفاجأة سارة، عزز مكانتك الاجتماعية وناقش الأمور المالية وقدم بعض التنازلات إذا دعا الأمر. تتغير حياتك ابتداء من هذا الوقت وتنجذب إلى أحد الأشخاص فتعيش أحلاما كثيرة.